وياكم زينب الحساوي مرشحة الدائرة الثالثة للمجلس البلدي 2022. اليوم أول يوم ألتقي فيه بالناخبين الكرام وبمجموعة من فريق العمل، حابة أني أطرح برنامج الانتخابي ونبدأ بوضع الخطة بإذن الله للانتخابات القادمة. عندنا كثير من المشاكل أو كثير من العقبات والتحديات، بإذن الله تكون محلولة. إحنا اليوم جايين هني نجتمع مع أعضاء الفريق عشان نعرف كل واحد شنو شغله، وندعم الدكتورة كونها أول امرأة ترشح نفسها في المجلس البلدي، ونتمنى لها التوفيق والنجاح. فرصتها جيدة جدا، خاصة في غياب العنصر النسائي، ونتأمل يعني نشوفها في المجلس البلدي. احنا يمكن شهادتي مجروحة بالدكتورة كونها أخت وصديقة، لكن أرى فيها كل مقومات النجاح. اليوم نتشرف بتواجدنا في فندق الميلينيوم باستضافة الدكتورة زينب الحساوي، اللي احنا موجودين اليوم على أساس بداية خطوة أساسية في مشوارها إلى الوصول إلى مجلس البلدي، بكونها أول امرأة تفكر بأنها وعندها الطموح بأنها تبتوصل إلى المجلس البلدي إن شاء الله يا رب.